أهل السنة، لأنه ده بدعو الكفر والشرك والإلحاد والضلال. أزني سالم المرعي، محمد عبد الرحيم المرعي، عنده كتاب اسمه رياض الجنة ومرد الجنة، يتكلم في الكتاب ده عن الشيخ أحمد الطيب البشير السماني. قال: ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا؟ قال الشيخ بتاعه بيحيي الموتى مع الله، بيحيي الموتى مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يقول في القرآن الكريم: هو يحيي ويميت وإليه يرجعون وإليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك شيء؟ الذين يدعون السنة ثابتين عن هذا الكلام وبيلفوا دورة، فكذا كلامنا ما بيلفوا، ثابتين عن التوحيد وثابتين عن هؤلاء المشركين، بل وقد يكرمونهم، لأنه هنا قريب في ناس عاملين فيها تابعين الكتاب والسنة مش كرموا شيخ الطريقة السمانية جابوه، وده بيقول أهل السنة. لا بيتكلموا في الشيء، لا بيتكلموا في النبار، ولا بيتكلموا في الطلاب، بل ويمدحوهم ويزكوهم ويكرمونهم. بعد يقول لك انا سلف، سلف ده وين يا زول؟ ابن عباس قال لك: لا يجوز هؤلاء، لا تقعد معهم ولا توادهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اهو ليه دعاء شرك وكفر موجودين، ودعاء بيتكلموا الملابس ولا بيتكلموا في الشرك ولا بيتكلموا في الدماغ ولا بيتكلموا في الاضرحه، ونحن بنتحدث دعاء كلهم انه يدعو على اهل البدع وانهم ضلال وانهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال من راى منكم منكرا فليغيره. الليله الناس قالوا بيدعوا السنه، لما تتكلم في القرعه تلقى اول زول بيزعل واول زول بيضحكها، وبيقول ده ذاكر عامل فيها تابع السنه وتابع النبي عليه الصلاه والسلام. هؤلاء كلهم كذبه وغشاشين يغشوا في الامه، فهمت؟ لانه تلقى بيتكلم في امور عامه متفق عليها، تلقى يتكلم عن الموت وعن الزهد وعن غيرها من الاشياء ويخلي حق ربنا سبحانه وتعالى. يا رسول يا دلبي ياخذ حق الله. كل مثال المرغني عنده كتاب اسمه فروض البحور المتلاطمه، بيتكلم في الكتاب ده وبعد ده ساكتين ساكتين لانه مخفين. قال المرغني في كتابه فروض البحور المتلاطمه في كشف الذات، قال: انا عرشها والكرسي انا، انا للسماء بانيها. قال: انا ملك السماء. اهو ده هنا المرغني قريب وعنده اتباع وعنده ناس تابعينه. قال: انا بنيت السماء مع ربنا سبحانه وتعالى. ها كفر ما قاله ابليس، ابليس ما قال كلام زي ده كما نقل القران. هذا بيقولوا هنا الحكيم يهودي القادريه محمد سعيد القادري، كلام ده حق وبالدليل، والدعوه دي ما بيجوا عليها ناس كتار، الدعوه واضحه في ناس كتار ما بيجوا عليها. فهمت كلامي؟ ما بيقدروا يتكلموا بوضوح، وان درس ما درس، مش هيقول لك مش درست وعملت دكتوراه، دكتوراه عشان تعمل شنو؟ دكتوراه ليه؟ المفروض انت تجي تتكلم في هذا الشرك وعلى الضلالات، لكن انت هنا لما تكون تبالغ، ده ما كده عشان كده ما بيتكلم في ناس دي. فانت ده كفر واضح، والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيتكلم بوضوح في المطالب، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، احنا بلسانه، بل يدعك الحق، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بوضوح، ربنا قال له: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. بلاغ واضح، بلاغ مبين، لكل وضوح، لكل وضوح، لكل وضوح. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم ده كل وضوح في أهل الشرك وأهل الضلال. لذلك الليلة اللي احنا عندنا هنا دعاة بتاع الكفر كتار جدا يا أخي، إذا كان بتاع القادرية ده هنا بتاع الطريق القادرية، يا جماعة أنتم ما تسمعوا، ردوا علي، ردوا علي، مش الكلام ده صح، أنا غلطت تعالوا ردوا علي، خلينا نعمل كلام، خلينا نعمل كلام، عرض علي، كلام غلط.
جاب الفيوض الفيوض اللي هو الفيوض الربانية في المهات والأوراد القادرية بيتكلم بس قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده بتاع الطريقة القادرية يا جماعة. يقول أنا الواحد وربنا سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد. ربنا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله جل وعلا قال ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. شكرا ده كفر واضح يعني. وده مفروض الدعاء كلهم يتكلموا فيه. مفروض يتكلموا بالكلام ده. لكن تلقى أول زول بيزعل لما تتكلم بالصوفية. أول زول بيزعل تلقى الداعي البغوش النازل. الداعي بيتكلم لك بالزهد والرغائب. وحق الجار وحق الزوجة وحق الهرة وحق الله بتتكلم فيه متين انت. تتكلم في حق الهرة. حق الله بتتكلم فيه متين. دعاء غششة كذابين يريدون أن يضلوا الناس ويصرفونهم عما خلقوا لأجله إلى البدع والضلال والأهواء لأنهم يتبعون ضلال. أصلا التابعين لهم في النهاية الداعية لا بتلقى من جماعة الإخوان المسلمين. عشان كده تلقى في لف ودور. أنت قال شنو؟ يقول لك أنا لا أستطيع أن أبدع سيد غرب. بتبدع من أنت؟ أنت ذاتك معهم سوا مع سيد غرب. خليك تبدعه. يقول ده مبتدع الناس ما شاكين. العلماء اختلفوا في تكفيره. خليك منه مبتدع. عندك العلم؟ وتعالى انا ما برضه في سيد قطب، انا لا يلاقي ولا الليله قاعد هنا يعترف انه سيد قطب مبتدع اللي هنا يقعد في الكرسي اللي يناقشه انه سيد قطب ما مبتدع. انت سيد قطب بيتكلم عن نبي الله موسى قال ولنأكل موسى انه نموذج للزعيم العصبي المندفع المزاج. قال موسى عصبي عليه الصلاه والسلام. ما بيقول عليه الصلاه والسلام قال عصبي وزعيم ومندفع المزاج. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الدعاء جل زارت لما تتكلم سيقول يقول لك أنا لا أستطيع أن أودع أنت شركت أنت وده كله بيخالف أنا لا أتخالف القرآن لأن ربنا قال فلا تقعدوا معه. الله قال لا تقعدوا معهم. عشان كده الناس جاب تطبيقا لهذه القاعدة بتاع السيد قطب وحسن البنا وغيره تلقاهم بيمشوا مع الاخوان المسلمين. خذ مثالا انا الطيبه بتاع عبد الحي يوسف. الناس ده كلهم بتلقاهم بيشتغلوا هناك في الطيبه ياخذ ظرف بعد ما ينتهي من البرنامج بتاعه. طبعا البرنامج كله على الرغائب. واليوم سنتحدث لكم ايها الاخوه عن الاسرة وتربيه الاطفال. والله تربيهم على شنو انت الاطفال؟ انت مبتدع تربيهم على الزهد. سنتحدث اليوم عن الزهد. ما بيتكلم بالتوحيد، ما بيتكلم، يا عبد الحي ما بيتكلم بالتوحيد. عبد الحي يوسف ما بيتكلم بالتوحيد. سألنا في مسجدنا للمهندسين قال لهم فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف ماذا تقول في هذا البيت؟ كتير ناديهم قوموا صيح لهم أكبرنا وملاهم والحمالة عليهم. رأيك شنو يا دكتور الكلام ده؟ قال والله طبعا الكلام ده انتم تشيلوه تعرضوه على الكتاب والسنة فإن وافق خذوا به وإن لم يوافق اتركوه. والله وسألناك ليه أنت؟ أنت يا شيخ قعدت هنا وجابوا لك موية وعصير وتعمل لك وطبعا تاريخ الدولي تاريخ الدولي. أنت عشان كده زي عبد الحي يوسف ما بيتكلم في التوحيد وما بيسمح لك إنك تتكلم في التوحيد. حتى أي أمشي أنا الطيبة ويتكلم في التوحيد يتكلم في المرعي يتكلم في سيد قطب بتقدر وتمشي مع عبد الحي ليه أنت زاد؟ دي حاجة مبتدع مبتدع ضال تكفيري. عنده كتاب اسمه استبداد السياسة في ضوء الكتاب والسنة. قال الحكام الموجودين دير كلهم قال دير كفار أغلبهم قال كفار كفار بكفر الحكام هو عبد الحي يوسف. وليلة جماعة دير ماشيين معهم تلقاهم باري عمل حلقة في عبد الناي في طيبة. وليلة يجي يقول لك الدرس اليوم سنتحدث عن رضا الوالدين. انت مبارح حكام على المبتدع ده ده شغل بتاع بدعة يا شيخ. عشان كده ابن عباس قال ما تقعدوا معاه على البدعة دي ما تقعدوا معاه. لكن الناس اللي باعوا الشغل بدري باعوا الجماعات جماعات باعوا الشغل بدري جماعة أنصار السنة المحمدية باعوا الموضوع ده زمان واستلموا الفلوس من إحياء التراث. وأنا مسؤول عن الكلام ده قدام أي زول. أنت عشان كده جونا أنصار السنة دي اللي هو جماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام شيخهم اسمه إسماعيل عثمان المهدي.
قال كلام باطل، احنا لا نقول باطل بس ما في حاجه، قال كلام غلط نقول غلط، ولا شنو يا جماعه؟ ظل غلط احنا بنقول غلطان بادب واخلاق واحترام واي حاجه. فهمت؟ الزول ده اسماعيل عثمان الماهي فهمت بيتكلم؟ سالها عن الصوفيه، قال ما رايك في الصوفيه؟ لا لا التصوف قال عباره عن اخلاق فاضله موجوده في القران. رايك شنو؟ ده رئيس رساله السنه المركز العام. ها؟ ده السيد الرئيس يقول كلام زي ده. وبعد كده كان الكيد ده هيقول شنو يعني؟ قال ده موجودين في القران. عباره عن اخلاق فاضله موجوده في القران. عشان كده الناس دي باعوا الشغله بدري فهمت؟ وبيعزموا الصوفيه كل رمضان. صار السنه المحمديه. احنا بنتحداهم كلهم، الدكتور ده ذاته بنتحداه. كلامك ده يا شيخنا ده تأييد للشرك والكفر والضلال. وده انت بالكلام ده تكون مبتدع يا اسماعيل عثمان الماح. يا جماعه الالفاظ اللي انا بقولها دي كلها الفاظ شرعيه موجوده في الكتاب والسنه. ذكر الاسماء ده موجود في الكتاب والسنه. انت عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه ها الليلة لما بتتكلم انت عن الموضوع ده وعن الصوفيه وعن الملحد فهمت؟ لا مش كويس فكلام البرعي لما تتكلم في البرعي وفي الكباشي يقوم لك ده ما بيقدر كلام ده الكلام بيحرق قبل الصوفي قبل الصوفي بيحرق فهمت؟ يقول لك لا ما يتكلم وهذه ليست حكمه طب لازم نبتدع عشان نبتدع عشان انت لا ينصرف الكلام في البرعي واجب. وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.